مساء الخير الفنان التشكيلي المغربي عبد القادر مسكار. حنا كنتواجدوا الان في لو سالون دي بورجي مع فنانه تشكيلين اخريات ياك اخريات لان ما كاينش عنصر. فكلمه للاستاذ سي عبد القادر. مرحبا بكم. انا كنعضو في هذه الجمعيه اسوسيون ار فورم كولور. وهاد السنه هذه اقترحت باش انفيتي دي زارتيست دي ماروك في كل سنه كيعطيو جائزه للناس الاجانب اللي كنستدعيوهم. هذا العام هذا حصل الشرف كيف ما قلنا الاخت سعاد ما شاء الله الجايه. لا انا ماشي اجانب. دونك كيف ما قلنا هذه جمعيه بدات depuis 1945. تواجد زعما كتعتبر اقدم الجمعيات في فرنسا. مازال ان شاء الله عندنا دوتر بروجي ان شاء الله دونك افوار دون لو فيتور. هي بوكو دو شوز ا فير وهذا لاحظتو اخر الاعمال ديالي. جميل. بوكو دو ماتيير بوكو دو كولور. موش هذا كونستان ترافاي سور لا ماتيير سير تو سكي سامبول سين ماروكان عرب بربر جادور سون بروبر مازيغ تاتواج ريش فوالا شاف اون ريشيس دون ميز اوريجين. جميل. فاحنا اللي تنعرفوا حنا في الحقل الثقافي والفني ان الفنان التشكيلي عبد القادر مسكار انه انسان يعني كيتحرك تحركات جميله كتشهد ليه. كيساعد الفنانات التشكيليين يعني اللي كيجيبوا مثلا من الوطن للمهجر. كيدير واحد كيمد الجسر بين الثقافتين وهذا جميل ليه بزاف. الاستاذ عبد القادر مسكار كيتعتبر ذاك الفنان الانسان لانه هو متواجد دائما في الساحات والمظاهر التظاهرات الفنيه والثقافيه بواحد الشكل بشكل انساني فني وبشكل فني انساني وهذا جميل جدا. فشكرا. شكرا لك. هذا واجب ديال الانسان. حنا مرينا بهذه المراحل هذه ديال الانسان في البدايه كيعاني وهذا الى اخره. دونك ما فيها باس الانسان يمد يد المساعده لواحد اخر في وهذا هو دور الفنان. وهذا كما قالت دكت سعاد دور الفنان بطبيعه الحال وهي ديك المساعده ان لوتر تونير افيك لوتر ارتيست كوا كو سوا ان جون او بيان ان ديبيتون بيان ميم ان بروفيسيونيل وي لو بروبليم. Dans l'art, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Voilà. شكرا لكم جميعا. سعاد بيا تشرفتينا اليوم. حنا كنحس كاع الفنانه التشكيليه منهم سي عبد القادر ماريا كلهم فرحانين من لو بخي اللي خديتي لان اعتبروا كلهم انه لو بخي ديالهم جميعا لانه لو بخي ديال الوطن لو بخي ديال المغرب لو بخي ديال الفن التشكيلي المغربي والمستوى اللي كيواصل ليه وغادي مازال وقدام راه. فشكرا لكم جميعا. شكرا لك. بالمناسبه كنحيي توت لي فام دي موند بمناسبه الأخت سعادة شنو جابت لنا في 8 مارس. برافو سعادة بيا. تشرف لينا والبلد. تماما تماما برافو. شكرا بزاف. شكرا الأخت مجيدة. العفو العفو. ميرسي. كلمة شكر إيوا الشكر العميق والشكر الكبير. حقيقة هذا احتفال خاص هو جاز بالمناسبة ديال لا كنعتبروا احتفال وطني. وطني وعائلي صراحة. أنا باش فكنشكركم بزاف فريمون أنا حسيت بكم أنكم قابل قلبي. ميرسي بوكو. شكرا.